نزداد عزما ورضا بالشعب والثورة. لا نسأل النصر متى، فالنصر بالله أتي والأمة الحرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير اليوم على طلبكم أنتوا إن شاء الله هنطلع اللي هو الحمام يتحمم في الموية، وبنفس الوقت حنشوف إنتاج الحمام عندي، وحنتكلم في مواضيع كثيرة إن شاء الله. فبتمنى منكم لو أنتوا جدد في القناة تنزلوا تحت وتسجلوا الاشتراك وتفعلوا تنبيه الجرس الفائق بحيث يصلكم كل جديد، وما تنسوش اربطوا حزمة الأمان وهيا بنا وليتس جو. طبعا جماعة الخير إن شاء الله هنلف على كل البيوت بعد ما نشرح عنا الطيور الحمام، وحنشوف اللي هو انتاج الحمام. طبعا معانا هان زي صينية حنحطها، يا ريتك ما حطيتها يا ابو ادم. وهنحط الثانية، ومعانا جردل المية. طبعا مرات انا بحط اللي هو حاجات منظفة زي كلور وزي الخل. طبعا اهم حاجة انه انت ايش تسويها، انه انت تكون رافع عنهم المية، يعني انت عارف حالك انه حتحممهم او حتحمم الطيور تبعتك، ارفع عنهم المية لانه بدنا اياهم يجوا يتحمموا وبنفس الوقت يشربوا من الموية. تمام، فهذه هي القصة باكملها. خلنا نفوت على البيت تبعهم زي ما شايفين يجي تشرب، فخلنا نشوف اللي هو نشرح جوا، وقبل ما نشرح بيكونوا هم ايش اجوا وتحمموا. طبعا كلكم عارفين انه انا الحمام عندي قليل جدا، يعني تقريبا 7 أو 8 تجوز، فهو قليل جدا جدا. فخلنا نشوف الانتاج تبعه وكيف يعني في انتاج ولا لا. طبعا هذا الزوج اتجوز جديد، اذا بتلاحظوا هذه الانثى كان لها ذكر ثاني وهذا الذكر كانت له انثى ثانيه، ولكن الانثى تبعته توفتها المنيه والذكر تبعها توفته المنيه. طبعا هذا الزوج جديد متجوز اذا بتلاحظوا هذا هو. خلنا نفوت ونشوف الانتاج تبعنا. طبعا بسم الله ما شاء الله هذا هو انتاج الشهر هذا، زي ما شايفين الذكر راقد على البيض وفي تقريبا بطين، يعني بيضتين زي ما شايفين، هذه هي البيضتين ما شاء الله. طبعا هذا النوع تبعه ضخم تقريبا من الحمام اللي هو تعجين الفرنسي مع الكنج او الانواع اللي هي الثقيلة. تمام، خلنا نشوف النوع الثاني. طبعا هذا الذكر تعجين ما بين الكنج برضه والبلجيكي الاسود، طبعا راكد على بيضتين زي ما شايفين، هذول هم البيضتين، بيضتين اللي هو الانثى تبعته زي ما شايفين، وهذا هو حجمه بسم الله ما شاء الله زي ما شايفين، هذا هو حجمه، والكاميرا مش مديها حجمه. طبعا طبعا معنا كمان زوج هذا هو، هذا هو الذكر قام عن البيض، وهذا هو بيضه حديث اللي هو البيض لسه جديد، كله بعض مع بعض تقريبا 4 تجوز بعضه مع بعض الاربعة. طبعا في هان كمان معنا زوج اخر، هذا هو الثالث، الذكر برضه راقد، هو الفترة هذه الذكور اللي بترقد على البيض. طبعا بس نطلع عشان ما نكسرش البيض، او نطلع البيض ونطلعه بعدين. طبعا هذا هو البيض، انا بحاول ما بديش يكسر البيض، هذا هو البيض ما شاء الله، وخلنا نطلعه عشان نشوفه اكثر. طبعا هو تهجين ما بين الكيرن الابيض والادوار، فبسم الله ما شاء الله عليه زي ما شايفين، هذا هو انثايته تقريبا، الانثاية تبعته غاد مطرح ما هم بيتحمموا، نوعها تقريبا سلفر. طبعا معنا كمان زوج هذا الرابع ما شاء الله، هذا الأعمى هذا هو، لسه بيضة أولى، الانثاية تبعته بيضة أولى، لسه حتبيض الثانية إن شاء الله. طبعا برضو سلفر مع سلفر كينج زي ما شايفين، هو أعمى ولكن عينه الثانية شغالة، وانتايته برضو بيضاء، هذيك هي البيضة. طبعا معنا زوج خامس بسم الله ما شاء الله زي ما شايفين، برضو تهجين، كله عندي تهجين، كله تهجين، هذا سلفر مع كيرنو، هذا سلفر مع كيرنو برضو انتايته كيرنو أبيض. طبعا معاهم تحتيهم بطين زي ما شايفين، وهذا هو الانتاج تبعي. طبعا انتاج الزغليل عندي كله صار شبابي غاد، فخلنا نروح نشوفه على السريع كده، بس بدنا نطلع هدول لانه بدنا اياهم ايش يروحوا. هذا هو من الانتاج تبعي، زغلول لسه، هاي رجع رقد، شايفين رقد على البيض، لا هذا خليه يرقد، انت اطلع. تمام يا جماعه، خلنا نشوف الانتاج تبعي من الزغليل ونشوف الحمام وهو بتحمم.
طبعا في انهان زغلول طلاقي، وهذاك اللي قلت لكم عنه، وهذا اللي في النص هذا الاحمر الابيض مميش احمر ورا، والتنين هذلاكي الاخر اشي هذا والثاني اخوه. هذا هو انتاج الشهر اللي مضى، وانتاج اللي هو الشهور اللي فاتت كنت انا اذبح منها واكل لبيتي. فخلنا نخش عليهم هيك ونعملكم سلو موشن على السريع هيك، وبعدين نرجع نشوف باقي الطيور تبعتنا. حنتكلم عن مواضيع هيك خفيفة، فخلنا نفوت سلو موشن عليهم يا جماعة. طبعا جماعة الخير، بعد ما اخذوا حمام، طبعا هدول مش كلهم زي ما شفتوا، تقريبا في 5 جوا راقدين على البيض، 5 حبات، وهذا هو القطيع. بسم الله ما شاء الله، فربنا يبارك لنا فيهم. طبعا حنروح نشوف باقي الطيور في المزرعة ونطعميها اللي هو الطعام، وحنتكلم اكثر. ولكن خليني بس اقول لكم هان انا ليش بجيب الطيور، فيها تهجين. طبعا ان شاء الله حجيب انواع ثانية لقدام شوية، حجيب اللي هو شوية انواع اسدي على دواري على حاجات، او هزازي او هزاز روسي، يعني حاجات هيك شويه على اساس ان انا اخلي المزرعه يعني تحلو اكثر. فهمكم معنا تحت في التعليقات واللايكات يا جماعه، خلنا نوصل ونجيب اللي هو يعني كذا نوع من الحمام. طبعا انا زي ما قلت لكم ان انا بجيبهم مهجن او تهجين، لانه انا بدي اياهم استهلاك للزغليل، انه انا اطعم فيهم اللي هو بيتي بس مش اكثر. تمام، ففي منكم هلقيت هيستغرب انت كيف بتاكلهم، عادي جدا بتاكل يا جماعه الخير، مفيدين كثير كثير. تمام، خلينا ننقل على الجزء الثاني من الفيديو، وحنطعمي باقي الطيور كلها ونمر على كل بيت في المزرعه، فخليكم معنا وليتس جو. طبعا يا جماعه الخير، اذا بتلاحظوا هان في اللي هو حبوب وفي اعلاف، زي ما شايفين هذه الاعلاف احنا حنطيها، يعني حنمطيها للدجاج او الدجاج الصغير والرومي. يا حاج اكلت العلف، عد بعطيك اللي هو اعلاف ثانيه. وهذا الحبوب للانثى وللسمان اللي غاب، فخلنا نروح نحط. طبعا نقلبه منيح ونحط لهم الطعام تبعهم زي ما شايفين. افتح يا حاج، حياكلوا الكتاكيت، حتاكل الاعلاف الصغيره البروتين 22، اما الرومية حتاكل الحب هذا
والحبوب الكبيره. تمام، فخلنا نروح نحط للكتاكيت الثانيه او كتاكيت الدجاج اللي كبرت عندي زي ما شايفين. بسم الله ما شاء الله، هذول الكتاكيت اللي طلعوا عنده فكس جديد. طبعا يا جماعه الخير حنفوت على بيت الكتاكيت والسمان وحنقوم بوضع الطعام لهم زي ما شايفين. هذا هو الحبوب مع الاعلاف، ونسمي بالله ونفوت زي ما شايفين. الشهيه مفتوحه وكل حاجه عندهم تمام 100%، ما شاء الله عليهم ما شاء الله. زي ما شايفين بياكلوا، طبعا حيجي ياكل السمان في النهايه ما شاء الله، ولكن الحرص واجب. خلينا نحط للسمان غاد حبه قليله هيك على اساس ان هم ياكلوا السمانات اللي غادي، لانه ما شاء الله مش حيكللوا مش الكتاكيت. تمام، خلينا نروح نطعمي الرومي اللي غاد اللي راقد على البيض، فخلينا نروح. طبعا هنطعمي الرومي وحنرجع نطعمي باقي الطيور اللي غاد، الفرعوني وما شابه. طبعا طلعت المتسلطه انثى البطه اللي راقده على البيض، المتسلطه انا حسميها، تضرب في الذكر وتضرب في الاناثي. فحنروح بس ايش نطعمي الاناثي هذيك، وحنرجع نطعم البط والباقي البيوت. تمام، طبعا حنطعمي الاناث اللي راقده على البيض، وحننزل الانثى هذه اللي راقده على البيض. انزلي يا حجه، انزلي كلي، يلا 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 يا حجه، اسم الله عليك، اسم الله اسم الله اسم الله. طبعا قبل ما ايش نروح نطعمي غاد، حنرجع نشوفهم ونحطهم في البيت. تمام، روح 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 كل ننا، روح روح كل ننا، وقف لي على الباب، ايش بدك وقف لي، روح كل ننا معاهم روح. طبعا حنروح نطعمي البط، حنحط له طعام، هو جمع عن الركض لانه موعد الطعام. حنحط له بس هذه، حنحط الطعام. طبعا انا بطلعها وبشمسها لانه بديش يصير معهم امراض، فبطلعها تتشمس هذه الاكاله وبرجعها لما احط اكل فقط لا غير. طبعا في هان واحده بيضه، بيضه جديده، فاحتمال تكون البطه الخامسه، فان شاء الله تكون البطه الخامسه. وهذه بطه اللي هو اللي البطه الرابعه. طبعا هذول هم ما شاء الله عليهم، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. تمام، خلينا نروح نجيب طعام لباقي الطيور على السريع هيك. طبعا الحمام بعد ما تحمم حيتشمس في الشمسه الحلوه هذه، ومن ثم حيدخل البيت وحدي طعامه وكله هذا جاي. يلا طبعا عابر بده ياكل كمان، حنحط له طعام لعابر، بسم الله ما شاء الله عليه. وحنفوت ان شاء الله لقدوة وفدوة وفلفل، طبعا حنفوت لهم من هان، حنفوت لانه الباب هان، حنسكر بس الباب هذا عشان ما يطلعوش منه، ثم ندخل هيك على السريع. يا حج اهدى اهدى، طلع ايدي طلع ايدي، خرب بيتك ويخرب مر بيت مطنك، طفس 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 طفاسه مش طبيعيه. طب انزل انزل انزل، ايدي تشفرت، انزل ولك انزل، شفر لي ايدي يخرب بيته طفس. طبعا هذه الوجبه الثانيه لإلهم، انتم شايفين حطناهم الاعلاف، هذه هي. هنروح نحط للفرعوني ونخلص معكم الفيديو، نحط برضه للبيوت اللي غاد ونخلص معكم يا جماعه. طبعا حنفوت على الفرعون ونحط له الطعام، طبعا بسم الله ما شاء الله. هذول هم الحبات اللي عندي، حنحط لهم الطعام ما شاء الله عليهم، بياكلوا بنهم، كله بياكل بنهم وكله بياكل بصحة وجيدة. وخلينا نروح نشوف البيوت الثانية، بس خلينا ندخل الروميات هذول، بديش يوم يرقدوا مع بعض. فحندخل هذه هان على البيض اللي هنا، وهذا حترقد على البيض اللي هان. تمام، خلينا نروح نطعمي باقي الطيور في المزرعة. طبعا يا جماعة الخير تم تغيير الشادر ما بين الديوك هان، تم تغييره لأنه مخروق، وحطيت لكم سمير هان. أنا حطيت لهم طعام زي ما شايفين بياكلوا بنهم. خلينا بس ايش نفتح هدول، حط لهم الطعام برضو، بسم الله ما شاء الله. وين رايحة وين رايحة، روح غير يا طفصة يا طفصة. طبعا بسم الله ما شاء الله، هاي سمير هان ما شاء الله، ولك تعالي يا طفصة، هي الأكل هان، هي هان. خلينا نسكر عليهم ونحط نروح لباقي الطيور. بسم الله ما شاء الله، مكان وضع البيض والشرابة والنوم وكل الأمور سالكة. خلينا نروح نحط للدجاج اللي غاد،
طبعا جبت الخير حنفوت على الدجاج، حنحط لهم العابر. عابر مين يا ابو هذا مركز الله يرضى عليه. للعون والعيناء ما شاء الله عليهم، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا يا جماعة الخير بهيك بنكون وصلنا معاكم لآخر الفيديو، وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. بتمنى لو عجبكم يعني تدعمونا هيك بتعليقاتكم اللي بترفع المعنوية، وإن شاء الله الاستفادة للجميع. وبس حبايبي بيكون نكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبكم الفيديو تصلحوا لايك، لو اول مره بتفوت قناتي اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل تنبيه الجرس الفاخر بحيث يصلك كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم غير ابتسامة اكثر، والصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.